بنوصل لفقرة ديزاين مع المهضومة جمانة أبو فاضل يلي دايما عندها أشياء جديدة عم بتجيب لنا إياها مش بس من لبنان هلأ صرنا بأنحاء العالم كمان. صباح الخير يا جمانة. يا مهضومة أنت بونجور جمانة. يعني بطلنا على صعيد محلي صرنا على صعيد عالمي عم نشتغل. شو عنا اليوم؟ حبيبتي أنا كنت كتير مبسوطة بباريس وقلت مش معقول أنا أنبسط بزينة كل هالجرا ماجازان لحالي. Caring is sharing, so I have to share with you كل القصص اللي خاصة بهالزينة اللي بتاخذ العقل رانيا تبع الجراند ماجازان من لافايت لبرنتان للبومارشي اللي هن اكبر ثلاثة جراند ماجازان واللي اكثر شيء معروفين ومقصودين بباريس. صحيح. هلا رح بلش انا وياكم رح فرجيكم الشجرة يلي هي تحت الكوبول بالجاليري لافايت يلي في كثير ناس راحوا وشافوها ديجا هالموسم. هلا كثير مهم نقول انه اللي ميز زينة لافايت هالسنة هو ليون، هو الروبو الصغير يلي اسمه لحتى فتش لك على اسمه يا رانيا. على كل حال للناس اللي ما لحقوا السنه يروحوا ايه؟ هيك بنكون سهلنا لهم الامور، او في ناس كمان هلا بهالظروف يمكن مش قادرين يروحوا يزوروا. يعني انا كان هدفي انه ورا كل زينه كان في ان تيم معين. لنرجع لليون يلي هو الروبو الصغير تبع الفيترينات تبع لافايت. ليون روبو مغامر كان عم يركض من فيترين لفيترين، يعني بتعرفي كل سنه بيجنوا بالكونسبتس تبع الديكوراسيون هونيك. سو في ليون، في لومي، في كل العائله تبعولن عم يركضوا وعم يتسلوا بكل هالفيترينات. وانا اول ما شفتهم صراحه انقذت. هون عم نبلش بالشجره رانيا. الشجرة حتى الشجرة تبع اللافايت كان التيم تبعها كوزميك، هيك كأنه جاي from outer space. كل البولات تبعولها، وهلأ رح يقطع معنا كمان فيديو عن كيفية تركيب وتصميم أو بالأحرى تنفيذ هالشجرة يلي هي بتميز الكوبول تبع الجاليري لافايت كل سنة. وكل سنة الناس بينطروا مثل نحن عنا كمان بجبال الشجرة. مش بس لافايت بينطروا، كمان نحن انت عندك تحيز لهيدا أكيد. الموضوع طبعا وعلنا كمان لكن واللي ما عجبه ما يعجبه. سو كمان لافايت غاروا منا وعملوا شجره حلوه كثير ميزت تبعها الاسبي إيه انا عم اقول لك الاسبي كوزميك والاسبي الافانغارديست. نعم. وهون عم نشوف كيف تم طريقه تنفيذ هالشجره ميكينج اوف. مزبوط. هون عم نشوف انه كل البولات منا معمولين من سيلفر، من نحاس، الالوان عم نحكي من فضه، وهن عباره عن كانه جالاكسيز من برا. كلهم اجوا وحطوا رحالهم على هالشجرة لحتى تتميز بهالأسبي انتر جالاكتيك، يعني وكأنه اجتمعت الكواكب كلها بهالشجرة هيدي. وكتير كمان مهم نذكر رانيا أنه هالسنة باللافايت عملوا مثل نوع من تكريم لفيلم ستار وورز كلنا منعرفه، في كتير ناطرينه بده يبلش إن سمان على الأد قبل نويل. صح. سو عاملين مثل تريبيوت لهالساغا يلي هي لاغير دي زيتوال ستار وورز مع معرض كامل بالطابق السادس بيضم اهم الكوستيومز الاوريجينال كوستيومز تبع الفيلم بالاضافه لانواع كبيره من الالعاب الخاصه بفيلم ستار وورز. هون انا قدام ليون يلي عم بكزدر على احدى الفيترينات، وهون مبين معنا كل الفيترينات يلي تميزت بهالعالم اللي جاي from outer space يعني بين لي روبو بين الرجال الاليين وكل عائلتهم بيفرجونا اياهم بعده. عن جد كان في ميزان سان تاخذ العقل. كنت عم اقول لك رانيا انا اول ما شفتهم انقذت قلت طب وين نويل؟ انه كثير هذا نويل عند الاشخاص اللي عايشين على غير كوكب جمانة. شو بكي؟ مظبوط بتنقذي اول وحده كمان بحق لهم يعيدوا يعني ليش لا؟ بس وقتها بتعرفي القصه وبتقري وراها شو كان الكونسبت وهيك بتقولي بتقدري هالكرياتيفيتي الكبيره وبتقولي بالفعل واو. على كل حال يعني واضح جدا انه هالموضوع بالذات منتشر بكل صحيح جاليري وين ما كان فايتين بذات التام، منشان هيك لازم نفهم شو الفكره لحتى نقدر نستوعب. صح، لانه بس تشوفي السفن الاول ما بتفهمي، بس تشوفي لي روبو دون لي
الفيترين تقولي شو جايب لجيب حتى الالوان يعني منها هي الوان شوي بارده خلينا نقول مزبوط اللي هي الوان ستار وورز واللي الكل بيعرفوها بس انا اكيد انه عندها مشجعين كتير لشخصيات ستار وورز وخصوصا الشباب الزغطورين صح مزبوط كيف ولادك ما ستار وورز بجننوا كيف عرفتي بشو عم فكر ما عم بفهم عليكي لكن عم ننتقل لغير صور بنشوف غير محلات بفرنسا مزبوط رح ننتقل للجران ماجازان برينتون هون عم نشوف الوجهات ان جينيرال لهالجران ماجازان يلي كانت عن جد مبهره يعني كونت دو برينتون انوال الشيء يلي بيميز هالجران ماجازان كانت الماجي والفانتازي اشتغلوا على اشياء بتاخذ العقل كان في كثير انتر اكشن كل فيترين في 11 فيترين اساسيه رانيا بالبرينتون كل وحده منها كانت مشغوله يعني توقف قدامها أنا بالنسبة لي استحوذ على ناس أكثر البرينتون مع فيترينات البرينتون من اللافايت بتلاقي الناس واقفين عم يتطلعوا مأخودين لأنه بالفعل بتاخدك على عالم تاني من السحر والفانتازي عم نحكي هون عن ليكون دفي يعني عم نحكي عن القصص الخرافية اللي من الصغير للكبير كلهم كل بحبوها. الناس بيوقفوا يعني مبهورين قدام هالفيترينات وفي شخص هون المهم كتير أنه قول اسمه لأنه لازم نعطي كريدت هو السينوغراف فيليب ديك يا جمانة ديكوفلي عن جد أنا بصر لأنه بتعرف هالأشخاص لما يعطوا من وقتهم ومن الكرياتيفتي تبعيتهم كتير مهم نذكر أنه غير أنه توقف وتنبهر قدام الفيترينات على كل حال جمانة أنا بحب نوه بشغلة بفرنسا ومعروفة أنه دايما في مزج بين الديكور بين الأدب بين السينما يعني هون هالثلاثه مجتمعين ان كان ادب بالكونت وبالقصه تبع ستار وورز او بالسينما وبالسينوغرافي مثل ما عم تتفضلي تقولي مزبوط هالاشياء كلها اجتمعت وهون هلا رح ببين معنا بالصور شوي من الفيترينات هون في فيديو طلع رانيا هيدي الفيديو هي للفيترين يلي تصممت ان كولابوراسيون مع لانكوم هون عملوا لو بالي دي روز يعني كل الاشياء كل الورود اذا بدك عملوا هالسبكتاكل الرائع من البالي وفي شغله بتاخذ العقل انه في كاميرايات اذا بتحطي انت وشك على الكاميرا بتاخذ هالوش وبتحطه محل وحده من الوردات وبتصفي كانه انت يلي عم ترقصي بقلب الفيترين هون بتجي الانتر اكشن كمان بهالكرياتيفيتي شغله بتاخذ العقل حلو. يعني كان في لانكوم في بيربري في لونجين كل هالناس الكبار يلي هن من الناس يلي بيتعاونوا دائما مع الجاليري برينتون هون عم نشوف عملت شيء بياخذ العقل اذا بتطلعي بالتفاصيل من ديزاين البالكون للماريونيت يلي عم يرقصوا يعني ما عن جد كتير حلو كتير روعة وعلى كل حال الفيديو مشكور عليه جمانة يلي بفرجينا أكتر الأجواء بخلينا نعيش أكتر جو هلأ لأنه في عنا جمعة بتفصلنا عن عيد الميلاد سو أنا بدي جرب قد ما فيني أنه بليز خلينا نحس بهالأجواء الحلوة أكيد بعد عنا مكان واحد بدنا نشوفه بعد عنا مكان يلي هو الغرو ماجازان لبو مارشي بو مارشي هو بعيد شوي عن اللافايات والبرينتون ودائما البومارشي بيتميز باجواءه الكلاسيكيه اكثر نعم. يعني هونيك في كثير جنون في كثير هلا طبعا بالاضافه للجو الكونتمبورين فيري مودرن ولكن دائما في حضور لالمنت معين من الالمنتس يلي بيميزوا عيد الميلاد يلي هون مثلا مبين بالشجره عنا الشجره بفارم كثير هيك ستيليزي اذا بدك مضويه افري وير هيدي الهول برينسيبال تبع البومارشي والشجر في عنا هالشجر صح من فوق هون في يعني موجودة هالشجرة وين ما كان ولكن بنفس الوقت بتضلك بتشوفي الكورال مع الولاد يلي عم بيغنوا لشانسون دو نويل يعني الأجواء الميلادية التقليدية موجودة بتاتش أكبر بهالبوم مارشي وهيدي شغلة دايما بتصر عليها هالجران ماجازان وأنا بلاقيها عن جد بتاخد العقل فعلا يعني لو موجود الولاد يمكن عيد الميلاد ما كان مثل ما هو مزبوط وما بنشوفه مثل حتى عندك السنومان عندك الشجرة مثل ما شفنا بالصور يعني هدول الأشياء بترجع بتفوتي ترتاحي نفسيا انه ساسي نويل هيدا هو عيد الميلاد مش بس فرجيتينا شو في بفرنسا جمانة كمان اعطيتينا افكار لكل الاشخاص يلي بعد ما زينوا وفي ناس يمكن بحبوا يزينوا هيك باخر اسبوع لحتى يحسوا اكثر باجواء عيد الميلاد في شيء معين السنه
لك شفتي رانيا يعني كل شيء موجود من التراديشنال للجنون حتى شجره ديبلوس. لنرجع شوي لاجواءنا اللبنانيه فيها رمزيه كثير كبيره السنه، فيها كثير رمزيه حلوه ولكن ديزاين وايز فيها كثير كوتي افانغارديست رائع. يعني انا هي مزيج بين التاريخ والحاضر والمستقبل، وفي كثير ناس ما فهموها بالاول او في منهم لقوها بشعه، ولكن دائما وقتها بتشوفي او بتطلعي وبتقري شو هي هالرمزيه اللي وراها وعلى اي اساس تصممت وتنفذت، ما فيك غير ما تقولي واو. على كل حال سنة أكيد في شغل كتير على زينة بكل المناطق اللبنانية. صحيح. وكل البلديات بنوجه لهم تحية كبيرة، يمكن هيدا بيعوض عن الأزمات يلي عم نمرق فيها. مظبوط، وبيرفع الراس وبكبر القلب إنه مع كل هالأزمات عم نقدر نشتغل هالقد على إسبري نويل. صحيح. وإن شاء الله يا رب يكون خير على الجميع ان شاء الله. بدي اشكر وجودك معنا جمانة ابو فاضل، اكيد بنشوفك بحلقات مقبله لعيد ميلاد. رح ناخذ وقفه سريعه من بعدها بنروح لعند رولا كعدي بفاشينيستا.